في حد يقول والله ما ضرب الجزاء يتقدم لابا جول جول ثاني للعين هدف عيناوي ثاني هدف ثاني للعين من جانب لابا غاب في الجولات الأربع الماضية وعاد أيضا في الأمسية الكبيرة والعيناوية ما أسعدهم الآن ما أسعدهم في الساد آل نهيان نعم هذه ضربة الجزاء هذه ضربة الجزاء واليوم السبت والعيناوية طبعا ردي من العين طبعا هذه ضربة الجزاء سددها بكل